تعد العدوى البكتيرية مصدر قلق شائع للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. تصيب بكتيريا السل الرئتين بشكل أساسي، ولكنها يمكن أن تنتشر إلى الغدد الليمفاوية. تشمل الأعراض السعال المستمر وألم الصدر والتعرق الليلي. يمكن أن يسبب الزهري، وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، تقرحات وتورم الغدد الليمفاوية. تعد بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية وبكتيريا المكورات الرئوية تهديدات بكتيرية أخرى. يمكن أن تسبب السالمونيلا التسمم الغذائي، مما يؤدي إلى الإسهال والحمى. العدوى الفطرية، على الرغم من أنها أقل شيوعاً، إلا أنها قد تكون خطيرة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. داء المكورات السحائية الخفية الذي تسببه الفطريات المشفرة يصيب الدماغ والحبل الشوكي. داء النوسجات الموجود في التربة الملوثة يمكن أن يسبب الحمى والسعال وتورم الغدد الليمفاوية. داء الكروانية وداء الفطور العفني هي عدوى فطرية أخرى. داء الرشاشيات الذي تسببه العفن يمكن أن يصيب أجزاء مختلفة من الجسم. تبرز هذه العدوى الحاجة إلى اليقظة لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.